السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ طبعا رجعت لكم فيديو جديد. طبعا هذا فيديو مو جيم بلاي ما لعبة او شيء، هذا فيديو شرح للمشكلة مال ستيم. تطلع لك مثلا انت بنص الجيم وتطلع لك هاي الرسالة، طلعك من السيرفر يقول لك في اي سي وما اعرف شنو. طبعا هاي الكومن ناس تشتكي منها، خصوصا بجروب سي اس جو عراق. المشكلة طبعا كلش تافهة، ويعني حلها كلش بسيط. اول شي هم حتى هناك كاتبين لك، بس يعني اذا تريد الشرح نعم، تجي على ستيم تسوي الاكزت، هو ورد بس عندك يريد ريبير للستيم. تروح هنا تدوس مثل ما تقول لك علامة ويندوز وار، عم تفتح قائمة رام وتكتب بيها هذا الامر. هذا الامر كامل تكتبه، هحطه بالدسكربشن اللي يريد السرعة. دوس لوكي، دوس لا يس. طبعا تنتظر هيك فد، هو ما حيسوي شيء، بس يقولون انتظر فد كم دقيقة. انتظر دقيقتين وراح افتح الستيم. طبعا انا قبل شوية، هذا قبل شوية مو قبل هواي، هو هذا المفروض يروح الاول وحده. قبل شوية طلع لي هذا المشكلة فسويت هالطريقة، راحت عادي. فتت سيرفرات همين. سو هذا، واذا ما صار انا سويت طريقتين. اخذوا هذا الامر من هنا لهنا، انا وهم حطوه. طبعا كل ما تسويها يعني يفضل تنتظرون كمل بسرعه، بس فتح وراح. اتوقع ذاك الامر صح اكثر. المهم هاي بس ايش تفتحوها، تنتظروا 5 دقائق، تعرفون حاسبه 5 دقائق، ولما تكملون تفتحون ستيم. انا هذا سويته وراحت. تفتحون ستيم وهم تسوي له اكزت وتسوون ريستارت للحاسبه، وان شاء الله لما تفوتون بعد ما تطلع لكم هالمشكله. لا تخافون، هاي مو حسابكم جا في اي سي او شيء على النت. المهم باع ما جا في اي سي، ولا انت شيت ولا هم يحزنون. يلا نهاية الفيديو، لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة، اهم شي الاشتراك، والمفضلة وطيني رأيك بالكومنت. بيس.